دلوقتي يا مستر انا طالقه، انا طالبه في اولى ثانوي، اسمي لينا محمد مكاني. دلوقتي لا عرفت ادخل على امتحان العربي ولا الانجليزي ولا الجغرافيا ولا اي ولا الاحياء، امال دخلت على ايه؟ ما عرفتش ادخل على حاجه خالص. طب مفيش اي حاجه ولما دخلت ادخل عليها، اي على ماده تانية لا خالص خالص يا مستر وعملت خالص، محاضر؟ لا عملتش محضر، بس نزلت لمديره المدرسه قالت لك قلت ايه؟ لها انا عايزه ما يفيد اني انا يعني انا ناجحه في الاربع مواد اللي انا امتحنتهم. راحت قالت لي خلي باباك يروح يعمل محضر في النقطه، لان كده يطلع على وزاره التربيه والتعليم. وبعدين فقلت لها حضرتك تمام عن اذنك. فحضرتك انا يعني انا تعبت بجد، انا كده سويت يعني انا ذاكرت مذاكره احياء انت ومذاكره محافظة ايه؟ انجليزي. محافظة ايه؟ انا محافظه الجيزه. طب يعني كل زمايلك كده ولا انت لوحدك؟ انا حضرتك انا اتنين في اللجنه بس، انا وزميلتي اللي ما امتحناش وباقي اللجنه امتحنت. طب وزميلتك واللي عملت بدخل ايه؟ على المنصه زميلتك عملت باسمه ايه؟ زميلتي برضو ما امتحنتش، كل ما تدخل على المنصه يقول لها خطأ في اسم طب ليه المستخدم ما او في عملتيش الفاتوره. محضر؟ ليه ما عملتيش محضر؟ ما هو مستر ما عملتش محضر، احنا الوزير طلع وقال اول يوم عشان السيستم كان عليه ضغط كبير واستنينا، قلنا اول يوم عادي، لكن برضو يعني تاني يوم برضو حاولت برضو ما عرفتش. طب انا يعني انا كده ويعني غير الموضوع ده غير التسريبات حضرتك، يعني انا قاعده جنب واحده فاتحه التليجرام عماله تنقل كل حاجه. طب دي تساوي زي ما عماله تذاكر، انا عماله اذاكر حضرتك من اول السنه. ولما خدوا هم يعني لما الوزير قال هناخد فتره اجازه انا قعدت اذاكر فيها، ما خدتش اجازه، انا ما خدتش اجازه. ربنا يعينه لي بس. فانا حضرتك ده منظومه التعليم فاشله، يعني هو الوزير مش قد يعني مش قد التاد. ليه طيب ليه كده دبسنا احنا ليه؟ يمتحنا ورقي احسن، ان شاء الله يبقى خير، يبين اللي مذاكر او اللي مش مذاكر. التعليم يبقى حلو ان شاء الله، بس اديله فرصه، اديله فرصه. يا مستر برضه طب حضرتك يعني يعني يوم الاربع برضه هيحصل معانا كده؟ هو انت دخلت في اربع امتحانات ما دخلتهمش صح؟ اربع امتحانات حضرتك ما دخلتهمش. لسه لك كام امتحان؟ نعم لسه لك كام واحد عشان تمتحنيه؟ لسه انا لسه لسه اربع مواد تاني وامتحن. ربنا يسترها، بس بفكرني بالله عليكي، انت هتعملي ايه في بقيه الامتحانات؟ هتخش ولا لا؟ انا مش عارفه حضرتك، انا مش عارفه، انا اعصابي لا لا اتدمرت لا لا، خالص يا هتنجح مستر. ان شاء الله، هتنجح ان شاء الله، وبكره افكرك في الحته دي ان شاء الله. بإذن الله تعالى. شكرا شكرا، يا مستر، شكرا لك يا فندم، شكرا لك يا بنتي، ماشي، مع مع السلامة. مع السلامه. السلامة. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.